يا أهلا فيكم من جديد. أوصت دراسة تطور المنظومة القضائية التي استعرضها منتدى الرياض الاقتصادي يوم الثلاثاء الفائت أوصت بضرورة تعديل نظام التحكيم التجاري وإزالة غموض بعض نصوصه وأهم اختصاص المحكمة عند مصادقة الحكم وإزالة بعض الشروط التي تفرضها المحكمة دون أساس قانوني. الدراسة التي تحمل عنوان تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني دعت بتحديد دور الاستئناف بوضوح وتسمية المحكمة العليا كجهة تمييز لحكم الاستئناف في حال الطعن بالبطلان، كما أوصت كذلك بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للنظام. حول هذا الموضوع وأثره وجدوى كذلك الاقتصاد الوطني ينضم معنا في الاستديو المستشار والمحامي القانوني الدكتور أسامة القحطاني. دكتور حياك الله معنا. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ خالد. يا هلا دكتور. أنت عضو فريق المشرف على إعداد هذه الدراسة ومن تولى كذلك عرضها خلال المنتدى، يا ريت تعطينا بعض التفاصيل التعلق فيها حتى نوضح أهمية الدراسة. أولا قبل أن نبدأ في الموضوع أحب أن أسجل شكري وامتناني بداية لخادم الحرمين الشريفين واهتمامي البالغ بالقضاء وعدالته ونزاهته وتحديثه بشكل مستمر. كذلك نشكر أيضا وزارة العدل التي كانت داعمة، والحقيقة كانوا يبحثون عن أي نقطة لأجل تعديلها وإصلاحها وتحديثها هذا. وكذلك نشكر المنتدى أيضا، منتدى الرياض الاقتصادي الذي دعم بشكل لا محدود، سواء من المنتدى كلية أو مجلس الأمناء دعموا الدراسة بشكل لا محدود، وشكر لهم جميعا. الدراسة الحقيقة الدراسة هي تتحدث عن تقييم بشكل كامل عن ما مضى من إصلاحات في القضاء، بداية من صدور نظام القضاء عام 1428، ثم تلا ذلك من أنظمة متعددة هي جاءت متتالية بعد صدور النظام الأساسي الذي أسس للعدد من الإصلاحات والتحديثات داخل المنظومة القضائية. النظام جاء بأفكار كثيرة جديدة ومستحدثة، أدخل درجة جديدة مثلا، درجة قضائية جديدة وهي درجة الاستئناف، جاء بالمحكمة العليا، أسس أشياء كثيرة. الدراسة تأتي بعد هذه السنوات الطويلة تبحث ما الذي حصل، ما الذي يحتاج إلى تعديل أو إصلاح أو تحديث، في نقاط تحتاج تركيز عليها مثلا، وهكذا. هذا فكرة المشروع بشكل عام. لكن كيف بدأت الدراسة؟ الدراسة وضعت ست محاور تقوم عليها الدراسة. من خلال هذه الست محاور يستطيع القارئ أو المستمع أن يعرف ما هو الوضع الحالي بشكل كامل، صورة كاملة عن القضاء، بداية من البنية التحتية وانتهاء بالتشريعات الداخلية في القضاء، الهيكلة، الحوكمة القضائية، الموارد البشرية، أيضا مثل ما تفضلت في الفيلم عن الوسائل البديلة للقضاء مثل التحكيم وغيره. فهي تحدثت عن كل هذه الجوانب. هل نسميها خارطة الطريق قضائية؟ ممكن تسمى بهذا الاسم. طبعا هي طبعا نتكلم عن قضايا تجارية ما يتعلق بالجانب التجاري والاقتصادي. هي مركز طبعا تركز على الجانب التجاري، يعني مثلا نظام التحكيم هو في التحكيم التجاري فقط، لا علاقة له بالأشياء الأخرى. وإن كان تطرقنا لبعض الأشياء التي تشمل كل، مثلا لما تحدثنا عن تشريع محور التشريعات القضائية، هذا يتحدث عن القضاء بشكل عام، يشمل حتى الأحوال الشخصية مثلا، خلافات بين الزوجين وما إلى ذلك. جميل. تتحدث عنها، فيتحدث برؤية طيب شاملة وعامة. يعني بدنا ندخل في بعض التوصيات فيها. لكن البعض مثلا يرى أنه مهم جدا أن يكون هناك رؤية واضحة. إحنا مثلا نتكلم عن جلب استثمارات أجنبية، يعني بعض المستثمرين الأجانب قد تكون من الخطوات اللي تخليه يقدم رجل أو يأخر رجل ثانية مسألة الجانب في حال التخاصم، الآلية التقاضي، آلية التحكيم إلى آخره. صحيح. هل ترى أنه فعلا حتى الأمر بيكون حتى أثر اقتصادي في تحفيز كذلك وجود يعني إقبال مستثمرين أجانب على الاستثمار في السعودية، محفز كذلك حتى للكثير من الدخول في تحالفات اقتصادية مع ضمان الحقوق حتى قبل ما تدخل في هالموضوع؟ صحيح صحيح صحيح. نحن كمحامين يعني نشاهد هذا الموضوع بكثرة والسؤال عنه بكثرة، خصوصا المستثمرين الأجنبيين. الحقيقة شوف، إذا تأملت في الموضوع، أهم ما يهم المستثمر الأجنبي نقطتين:
النزاهة والاستقلال ووضوح النظام. الأولى في نظري أنه لا يعني النظام الأساسي للحكم يضمن بقوة استقلال القضاء التام حتى إلى درجة أن الحاكم الإداري ليس له علاقة بالقضاء. القضاء مباشرة يخاطب الملك ولا يرتبط حتى بمجلس الوزراء، خاصة قضاء ديوان المظالم الذي يكون تكون الجهات الحكومية أحيانا طرف، فهذا مرتبط بشكل كلي بالملك شخصيا، فهناك استقلال تام. ما يتعلق بالنظام ووضوح النظام، هنا في لدينا نقطة تحتاج إلى معالجة. الحقيقة هناك شكوى من تفاوت الأحكام القضائية، عدم وجود كود أو قانون، وهذه تتكرر حتى أحيانا في بعض الدراسات والكتابات، لكن هذا الموضوع أيضا مدرك معروف لدى الجهات المعنية. هنا النظام الجديد وضع آلية، الدراسة بحثت هذه الآلية هل هي مجدية وكافية أو لا، اللي هي فكرة المبادئ القضائية، والدراسة تقول أن الفكرة هذه جيدة ولكن لا تكفي لسد أو ملء جميع الفراغات التشريعية، بمعنى أنها تتحوط ممكن أن تقوم مقام القانون بسبب قلتها مثلا أو كذا. هناك آلية كانت موجودة حتى في النظام القديم، وهي آلية الالتزام بالسوابق القضائية، إذا حكم مثلا الاستئناف يلتزم به جميع محاكم الاستئناف في قضية معينة وكذلك المحاكم الأدنى. هذه كانت موجودة في النظام السابق وإن لم تكن تطبق بشكل دقيق، لكنها كانت موجودة، لم حذفت من هذا النظام على أساس أن المبادئ ستكفي، لكن الحقيقة أنها لا تكفي، ضرورة وجود آلية أخرى تساعد المبادئ. هذه من أهم النقاط التي أوصت الدراسة بعلاجها، ضرورة استقرار الأحكام يعني وضع آلية جديدة لملء الفراغات التشريعية، كذلك وضع رؤية الموضوع للاستئناف. الاستئناف ما اللي حصل؟ اللي حصل كان لدينا ما يسمى بالتمييز، محكمة التمييز. النظام الجديد وضع غير المسمى، سماه استئناف، وفي فرق. التمييز لا يوجد فيه ترافع، فقط الأوراق تذهب للتمييز ويدرسها ويحكم بدون جلسات، بدون فكرة الاستئناف لا، مختلفة، هي درجة ثانية مثل الأولى لكنها درجة أعلى، يحضر الطرفان ويترافعان أمام الاستئناف. هذا ما ينص عليه النظام، لكن إلى الآن ما بدأوا فيه بسبب أنه لا زالوا يجهزون الجهات المعنية، لا زالت تجهز لدرجة إنشاء درجة مستقلة تماما، تحتاج إلى فترة لتجهيز وتوفير الإمكانيات لاستقبال الناس والترافع. باختصار ستعمل مضاعفة للحاجة للمحاكم. طيب. فبالتالي هي إن شاء الله طيب. طريقة. كان من ضمن الشيء مطالبة بمحاكم مختصة، احنا نعرف أن وزارة العدل بدأت بهذا الموضوع، يعني عندك المحاكم الشخصية أو الأسرية اللي صحيح. تقوم بمحاكم الأحوال الشخصية، محاكم الأحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المختصة. طلبت حتى يعني كانت تطالب دراسة حتى مثلا بمحكمة عقارية على سبيل المثال، بتكون كذا. لو نبي ندخل بهالتفصيلات نحتاج وش كثر المحاكم المتخصصة؟ هو ما هي فائدة المحكمة المختصة؟ أعطيك مثال. الآن القاضي في محكمة مثل الوضع السابق، كان هناك ما يسمى بمحاكم محكمة العامة والمحكمة المستعجلة، هذا على النظام القديم. المحكمة العامة اختصاص واسع جدا، كل كثير من القضايا تحال إلى القاضي، بالتالي القاضي يتشتت. بينما إذا كان القاضي يمارس فقط مثلا القضاء الأحوال الشخصية أو قضاء عمالي أو قضاء أي قضاء متخصص، يصبح القاضي تتكون لديه خبرة كبيرة ومركزة في تخصص واحد، وبالتالي يسهل عليه الحكم ويراكم خبرته في هذا التخصص. كذلك المحكمة نفسها تبدأ تراكم الخبرة في هذا التخصص، وبالتالي يسهل عملية إصدار الحكم ويسرع. محكمة الأحوال الشخصية مثلا تحتاج حتى إلى طلبات مختلفة عن طلبات مثلا أو متطلبات مثلا القضاء التجاري. مثلا الأحوال الشخصية تحتاج تجهيزات مثلا أماكن للجلوس، غالبا يكون في أسر، في النساء، وأحيانا يكون في زحام، ويحتاج أيضا أحيانا إلى وجود شرط، بينما الحاجة تخف كثيرا في القضاء التجاري أو مثلا القضاء العمالي بسبب طبيعة الخلافات هنا وهنا. القضاء الجزائي نفس الكلام، يحتاج يكون وجود الشرطة بشكل دائم، وجود يعني أمن بشكل معزز وأقوى. فالتخصص هذا يسهل الحكم ويسرع الحكم
ويزيد أيضا من الجودة والفعالية للقضاء. طيب أبي منك تعليق أخيرا على ديوان المظالم. اليوم يمكن انتشر خبر أنه مسألة أنه صار الموضوع تقدر ترفع دعوة إلكترونيا. هذه الخطوة على ترى مهمة جدا، خاصة أنه ربما نعاني كثيرا أو يعانون كذلك، يعني أتكلم عن ديوان المظالم ما يتعلق بالجانب التجاري، يعني الجلسات تطول جلسة وراء جلسة وتقعد سنوات. يعني هل ترى أنه فعلا فيه توجه إلى أن يكون عندنا يعني سرعة وجدية أكثر في التعاطي مع كثير من القضايا اللي فيها خصومات؟ والله شوف، يعني نحن كمحامين أكررها، نلاحظ فرق في جهود الحقيقة كبيرة ومحاولة لتسريع وإصلاح وتحديث المنظومة القضائية بشكل عام. إدخال مثل الخدمات الإلكترونية مهمة جدا في هذا العصر، أيضا توفر الكثير من المال والجهد حتى على الأجهزة الرسمية. يعني الآن مشاهد مثلا وزارة الداخلية مشكورة لديها خدمات رائعة جدا في هي القائد والقدوة، صحيح، وهي الأساس حتى الخدمات اللي يقدمها مثلا القضاء، مثلا ما يتعلق بالبصمة. البصمة من فين جت؟ من خدمات وزارة الداخلية. فهذه وفرت على مثلا وزارة الداخلية حضور الناس واستقبالهم ومواعيدهم، خلاص كل شيء بالإنترنت مثلا، وتصلك الإقامة مثلا الفيز كذا إلى باب بيتك. كذلك القضاء هم بدأوا الحقيقة، وخاصة وزارة العدل الديوان بدأ مشكورا تقدم الدعوة إلكترونيا، لماذا لا يكون حتى التبليغ إلكترونيا، إرسال المذكرات. أتمنى أن يعني يتم تحديث الأنظمة لتقديم المذكرات واستلام مذكرات الطرف الآخر إلكترونيا مثل ما هو معمول في عدد من الدول في الخارج. ف مثل ما تفضلت أن الخدمات الإلكترونية تخدم كثيرا الجهاز وتوفر عليه كثير من وتسهل كذلك لا عليهم ولا على كذلك المستفيدين من خدماتهم، صحيح، حتى توفر الأوقات اللي تروح في الشوارع. شكرا لك دكتور أسامة القحطاني محامي مستشار القانون، يعطيك العافية. شكرا لك. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم، ابقوا معنا.